لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله هذه العين تعبنا عليها بزاف وتعبوا عليها رجال، وجزا الله خيرا من بناها وجعلها في ميزان حسناته وكل من ساهم في بنائها. اليوم راهي قطره برك تكثر برك، الصيف اللي غالب وحركه المرور الكثيفه في الطريق الوطني رقم 27 حركه مرور قويه وقوي جدا، خاصه يوم الجمعه. يوم الجمعه البحر السوق تاع 3% إذن حاجه حبيت نتكلم عليها هو واش راكم في الشيء هذا، واش راكم في الشيء هذا واش تقولوا فيه؟ يعني واش تقولوا يا جماعه؟ هذا يشرب منه الفيل يموت، يشرب منه الفيل يموت، ما فيهاش كلام. الناس تجي لهي المناظر الطيبه وتشرب الماء وتسبح الله عز وجل، وكاين اللي يجيو لهنا. راني لقيت قرع بيره هنا، كاين اللي لقيت مع نساء، كاين اللي لقيت مع نساء يجيبوا الفتيات. برك انا ما نمنش على الله عز وجل، انا ما انا الا عبد، وما ننتظر حتى من واحد يعطيني لايك ولا يقول لي شكرا ولا ما نحتاجش. اذا كان رضى عليا ربي سبحانه بزاف عليا، هذا الشيء الواحد. يعني علاش هذا؟ هذا اليوم نوريكم هذا الطريق راهو ما يحبسش، بركاو شويه غشاو كاع يصلي في وقت الصلاه، قريب وقت الصلاه. هذا وجه الجبل النائم، الرجل النائم. تحياتي للإخوة الكرام، بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. يوم الجمعة 9 و10 جويلية 2021، تحية الجزائر الحرة.